طيب بيكون من ايه؟ بيكون من اورجانيك ماتريكس فيز، ان اورجانيك فيلر فيز، كابلنج ايجنت، انيشيتور اكتيفيتور سيستم، وفي انهيبيتورز، وفي ستابلايزرز، وفي بيجمنتس بتتحط فيه. تمام، عايزين نركز الحاجات دي عشان الكومبوزيت من الحاجات المهمه جدا 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 ان انتوا تكونوا عارفينها. ما ينفعش حد يجي ما يكون عنده حاجه مش فاهمها في شابتر زي الكومبوزيت ده. تمام، طيب اول حاجه خالص هنتكلم عليها هي الاورجانيك ماتريكس فيز. الاورجانيك ماتريكس فيز هنتكلم في الاول خالص كانوا بيستخدموا حاجه اسمها الهاي موليكولار ويت اوليجمر، كان بيزد على حاجه اسمها البيس جاما او اليوديما. احنا ممكن نحفظ الاختصارات عادي، بيس جاما او اليوديما او ميكس من الاثنين. طب ليه كانوا بيستخدموا كاوليجمر هاي موليكولار ويت مونيمر ما بيستخدموش عادي المثال ميثاكلوريت مونيمر؟ علشان هو كان بيستخدموه كاوليجمر هاي موليكولار ويت، كان ليه لور بوليمرايزيشن شرينكج. احنا عارفين ان الكومبوزيت ده بوليمر، فمصاحب دايما بالبوليمرايزيشن شرينكج. فاكرين انتوا الكلام ده طبعا من شابتر البوليمر. فالاوليجمرز دي كان ليها لور بوليمرايزيشن شرينكج، كان ليها لور فولتاليتي عشان الكيميكال استراكشر بتاعها ان هي كانت مش بتتبخر بسهوله، كان مور رابيد هاردنينج، كانت بتبروديوس ستيفر اند سترونجر ريزن ديو تو اتس هاي موليكولار ويت ومور كروس لينك. يعني كانت بتحصل لها ان هي في ثواني بيحصل لها ان هي تبقى يحصل لها هاردنينج وتبقى مور سترونج ريزن. طيب دايما كان بيقول لك بيفضل يستخدم اليوديما عن البيس جاما عشان ليها لور فيسكوستي وليها لور ووتر زوربشن. هو الجزء المسؤول عن امتصاص الميه هو الماتريكس فيز، فهي كانت ليها لور ووتر زوربشن لما بيتحط في بق المريض، جريتر تافنس وجريتر سستبيليتي تو فيزيبل لايت كيورنج. فلو جالك سؤال احنا ليه بنستخدم الهاي مولكيولار ويت بوليمر بدل المثال الميثاكلوريت كماتريكس فيس في الكومبوزيت، اجابته هي اللي فاتت. طب ليه اليوديما سوبيريور تو البيز جاما؟ اجابته هي دي. تمام، الاوليجومر دي بيبقى فيها الكربون كربون دبل بوند اللي بيحصل لها الفري راديكال اديشن بوليمرايزيشن عشان يدي لك الريجيد كروس لينكد بوليمر. فاكرين ان البوليمر لما كنا بنقول ان في انيشيتور وبيحصل له اكتيفيشن يكسر الدبل بوند وبعد كده يحصل بروباجيشن ولحد ما يحصل ترمينيشن، فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرينه؟ فاكرين الاديشن بوليمرايزيشن من البوليمر ولا لا؟ طيب هي مشكله الاوليجمرز دي ان هي كانت فيري فيسكس، ما كناش عارفين نضيف فيها فيلرز بكميه كبيره. كان لما كنا بيضيف فيها فيلرز بكميه كبيره كانت بتاثر على الهاندلنج بتاع الكومبوزيت، مش عارفين يعملوا له هاندلنج كويس. فبدأوا يضيفوا معاها حاجه اسمها الدايليونت، ودي كانت لو موليكيولار ويت مونيمر. طب ايه الفانكشن بتاع الدايليونت؟ ان هو يقلل الفيسكوستي بتاعه الماتريكس عشان يقدر يحط فيه ان اورجانيك فيلر بكميه كبيره من غير ما يحصل سيكننج للمانيبيليشن بتاع الكومبوزيت نفسه. المونيمرز اللي كانوا بيحطوها احفظوها بالاختصار عادي حاجه اسمها الدجدمة والتجدمة. مشكله الدايليونز ان هو كان لما كان بيزود الكميه بتاعتها كان بيزيد معاها البوليمرايزيشن شرينكج وكان بيزيد معاها الووتر زوربشن. طيب بداوا ان هم قال لك خلاص احنا نغير خالص الفكر بتاع الكومبوزيت اللي هو بيزد على اوليجمر وبعد كده نعمله دايليوشن ومش عارفين نحط اي فيلرز فيه بكميه كبيره. وبدا يطلعوا حاجه اسمها الاورموسير. الاورموسير دول فكرته هو والسيلورين عشان يطلعوا كومبوزيت وذ مينيمال بوليمرايزيشن شرينكج. تمام، طيب الاورموسير ده بيسميها حاجه اسمها اورجانيكلي موديفايد سيراميكس، ودي فكرته عشان يقلل بوليمرايزيشن شرينكج. هو عباره عن ان اورجانيك اورجانيك هايبرد ماتيريال، عباره عن ان اورجانيك بولي سيلوجين بوليمر موديفايد باي اورجانيك ميثاكريليت جروب. ان اورجانيك بولي سيلوجين بوليمر وموديفايد باي اورجانيك ميثاكريليت جروب. تمام، يعني هو غيروا الفكر خالص وهم خلوه عباره عن ماتريكس وهو فيه سيراميك بارتكلز. ونزل في السوق حاليا موجود حاجه اسمها اورموسير كومبوزيت. ده ليه كومبوزيت؟ بيقول لك ده ليه مينيمال دايمنشنال تشينجز، وهو التكوين بتاعه مختلف كليا عن الاوليجمرز واللي هو البيس جاما واليوديما واللي بيحتاج دايليونس والكلام ده كله.
فانت لو جالك سؤال عن الاورموسير هو عباره عن ان اورجانيك، اورجانيك هايبرد ماتيريال، يعني عباره عن بوليسيلوكسين بوليمر موديفايد باي ميثاكريليت جروب، وده فكرته ان هو كومبوزيت ويز مينيمال بوليمرايزيشن شرينكج. تمام، الادفانتج بتاعته ان هو ليه لور بوليمرايزيشن شرينكج وليه مور ديبس اوف كيور، تفاصيله مش مهم عليكم، بس هو بيقدر ان هو يقول لك الكومبوزيت ده، يعني الكومبوزيت العادي بيتحط انكريمنت باي انكريمنت، لير اقصى لير بيبقى السمك بتاعه 2 مللي، لا الاورموسير يقول لك تقدر تحطه 4 مللي وتقدر يحصل له كيورنج مره واحده من غير ما يحصل شرينكج عالي ليه. تمام؟ طيب تاني نوع كان اسمه السيلورين، فاكرين الرينج اوبننج بوليمرايزيشن ولا مش فاكرينها؟ طيب الرينج اوبننج دي لما كانت موجوده كان فكرتها كلها ان هي عشان قال لك ان الرينج لما بتفتح لما يبدا يحصل بوليمرايزيشن، بدل ما المونومرز بتقرب لبعضها لا الرينج بيفتح وبيحصل اكستنشن للبوليمر، فده كان بيعمل بيقلل البوليمرايزيشن شرينكج، وطلع منه نوع من انواع الكومبوزيت اسمه السيلورين، ده بيبيزد على الرينج اوبننج اديشن بوليمرايزيشن. تمام، وفي عباره عن الرياكتيف تيرمينال جروب، هي رينج حلقه زي كده، لما بيحصل ان الرينج بتفتح المونيمرز بتمسك في بعضها ما بيقربوش من بعض، فعشان كده ده ما بيحصلش معاه شرينكج كبير. فاحنا دلوقتي لو قلنا تاني فكرتك كلها عن الاورموسير وعن السيلورين، هي من الكومبوزيتس اللي طالعه اللي فكرت ان هي الايديا بتاعتها ان هي تعمل كومبوزيت ويز مينيمال بوليمرايزيشن شرينكج. تمام، طيب فكره الاورموسير ان هو ان اورجانيك، اورجانيك هايبرد ماتيريال وهو اورجانيكلي موديفايد سيراميكس، والسيلورين هو عباره عن كومبوزيت ويز رينج، في رينج بدا في الاكتف بارت بتاعه في رينج، ودي لما بتفتح بيخلي المونومرز تمسك في بعضها ما محتاجه ان هي تقرب من بعض عشان تمسك، وده بيقلل برضو البوليمرايزيشن شرينكج. تمام، طيب الكلام ده كله الاورموسير والسيلورين دول كانوا ناجحين جدا لحد ما بداوا ان هم يعملوا في الفيلرز نانو فيلرز، وبداوا ان هم يقدروا يضيفوا من الفيلرز كميات كبيره جدا في سيستم الكومبوزيت العادي اللي هو بيزد على البيز جاما من غير ما يحصل اي سيكننج للكومبوزيت بتاعنا ده. فحاليا سيستم بتاع الاورموس سيستم بتاع البيس جاما واليوريما موجود حاليا في السوق، وانجح نوع منه هو النانو فيلد او النانو هايبرد، الحاجات اللي فيها النانو فيلرز، لان هم قدروا يضيفوا فيها فيلرز بكميه كبيره جدا من غير ما يحصل سيكننج للكومبوزيت، ومش محتاجين يضيفوا فيه دايليونز كتير. تمام، طب هل معنى ده ان السيلورين كومبوزيت والاورموسير اتلغوا؟ لا، برضو موجودين في السوق حاليا. تمام، طيب احنا نتكلم دلوقتي على اتكلمنا على الاورجانيك فيلر الاورجانيك ماتريكس فيز، وهنتكلم دلوقتي على الانورجانيك فيلر فيز. السؤال اللي ممكن يجي لك في الكلام ده، ممكن يجي لكم الاسئله زي ما انا بقول لك كده، ليه بيستخدم ده عن ده، وممكن يجي لك يقول لك اتكلم على الانورجانيك او الاورجانيك ماتريكس او الاورجانيك فيز بتاعت الكومبوزيت، دي بقى الكلام بتاعنا هنتكلم عنها كلها على بعضها. تمام، طيب الانورجانيك فيلر، الانورجانيك فيلر فيز في الاول خالص كانوا بيستخدموا الكوارتز، بس هو كان فيري هارد وكان فيري ديفيكالت ان بولشنج، فبقوا يستخدموا دلوقتي الفيلرز بتاعتها عباره عن باليوم او زيركونيوم او سترينيوم، عشان الريفراكتيف اندكس بتاعهم سيميلر تو التوث وبروفايد الراديو اوباسيتي، يعني الانورجانيك فيلر هي اللي بتبروفايد الراديو اوباسيتي بتاعت الكومبوز. تمام، طيب ايه هي الرول بتاع الانورجانيك فيلر؟ يعني لما هيزيد الفيلرز عندي ايه اللي هيحصل؟ تمام، لما بيزيد الفيلر عندنا بيزيد معاها الميكانيكال بروبرتيز كلها زي السترينث وزي الهاردنس، بيزيد معايا الابريجن ريزيستنس، بيتحسن معايا جدا الاوبتيكال بروبرتيز، بالذات لو كانت الفيلرز دي في السايز الصغير، لان هي كل ما كان حجم الفيلر صغر كل ما كان اللايت مش ملاحظها، يعني النانو فيلرز اللايت مش بيشوفهم اصلا، وكانهم مش موجودين، ما بيحصلش ريفليكشن ليهم بزاويه مختلفه عن التوس.
بيزيد الراديو اوباسيتي بتاعت الكومبوزيت، لما بيزيد الفيلرز برضه بيقل الكونفوجن سيرمال اكسبانشن عشان يبقى قريب من السنه، بيقل الووتر ابسوربشن وبيقل البوليمرايزيشن شرينكج. فمن الاخر الفيلر هو الحاجه اللي مسؤوله عن كل البروبرتيز الكويسه اللي في الكومبوزيت، واحنا محتاجين ان الكومبوزيت بتاعنا يكون ليه فيلر لودنج عالي، ما يكونش ليه فيلر لودنج قليل. طيب في الاول خالص بداوا ان هم يستخدموا الكونفنشنال ماكرو فيلد كومبوزيت، وده كان فيه السفيريكال او ريجولار بارتيكلز من 20 ل 30 مايكرون، كان نسته ان هو كان بيحصل لها بيتر ميكانيكال ريتنشن مع الماتريكس. بس عيبه ان هو كان انت دلوقتي لما بتحط مثلا لو انت عندك علبه صغيره مساحتها 5 في 5 هتحط فيها فيلرز كبيره، هتستحمل تحط كام واحده؟ ممكن ثلاثه، والباقي كله هيبقى الماتريكس. فكده انا عندي اللي متعرض للفورس اكتر هو الماتريكس، زي الصوره اللي ورا عندكم دي كده، الفيلرز هي حاجه قليله خالص والباقي كله متعرض للفورس، تمام؟ هو الماتريكس. سير لو سمعنا الصوت بايظ. دكتور الصوت بايظ. دكتور مش محمد الصوت بايظ من عندكم كلكم ولا من عندك انت بس؟ من ايه؟ عندنا هو ظبط كده بقى الدكاترة الصوت واضح عندكم ولا لا؟ كده تمام يا دكتور. صوت تمام؟ ايوه تمام يا دكتور. طيب يا حمد الصوت من عندك انت بس كده. يا دكتور من اول سلايد ده هو كان بيقول. طب ما هو عفوا انا مش فاهم انتوا شايفين ليه؟ ما اللي مش واضح الصوت عندي ايه؟ اللي واقف الصوت عنده يتكلم قادر ما حدش يسكت. كنا بنقول لحضرتك يا دكتور بس حضرتك تقريبا ما كنتش سامعنا. طيب لو واقف الصوت عندكم ابعتوا حتى لمحمد على الجروب يبعت، يعني لو انتم مش سامعين الصوت يعني. هو تمام كده شغال يا دكتور. تمام اه. طيب هم في الاول قالوا في الفيلرز قالوا احنا بنستخدم الماكرو فيلد فيلرز. مشكله الماكرو فيلد فيلرز دي هي كانت بتمسك كويس جدا مع ريزن الماتريكس، دي كانت الميزه بتاعتها بيحصل لها بيتر ميكانيكال ريتنشن، بس مشكلتها ان هي كان لو انت عندك طبق مثلا مساحته 5 في 5 انت هتحط فيه كور كبيره مساحه حجمها كبير، هتحط 4 كور مثلا مش هتحط اكتر من كده، فكان زي الصوره اللي على الشمال تحت، هي الفيلرز قليله وباقي اللي متعرض للفورس كلها هو الماتريكس. فكان مشكلته ان بيحصل ديسكالريشن وستيننج للكومبوزيت ده بسرعه عشان الوير بتاع الماتريكس ويسيب راف سيرفس، وكانت فيري ديفيكالت ان فينيشنج اند بولشنج. فقالوا خلاص احنا هنصغر الحجم شويه، وبداوا يستخدموا الفاين بارتكلز، وقالوا نصغر اكتر ونستخدم المايكرو فاين بارتكلز. المايكرو فاين بارتكلز دي كانت فيها ميزه كبيره جدا ان هي السايز بتاعها اصغر من الويف لينس بتاع اللايت، عشان كده كانت بتدي لاسترال سيرفس، كانت فيري ايزي في الفينشنج والبولشنج بتاعها، وسموها البولشبل كومبوزيت لان السايز بتاع البارتيكل صغير جدا فما بتعكسش الضوء في اتجاه معين، فكانوا بيسموها البولشبل كومبوزيت.
بس هي كانت مشكله المايكروفاين ايه، هم بداوا ان هم يصغروا في الحجم بتاع الفيلرز لحد ما وصلوا للمايكروفاين. كانت ميزه المايكروفاين دي ان هي اللايت مش شايفها، فكانت بتبقى بيسموها اللاست البولشبل كومبوزيت او كومبوزيت، تقدر تعمل لها فينيشنج وبولشنج بسهوله جدا. تمام، ما كانت مشكله المايكروفاين ان هي البارتكل الصغيره دي كانت ليها فيري لارج سيرفيس اريا. تمام، فكان بتاكت اس سيكننج ايجنت، مش عارفين نحط فيلرز كتيره جوه الماتريكس، كانت بتعمل تخانه للماتريكس، وكان الماكسيمم فيلر اللي كنا بنحطها هي 25%. عشان كده هو كان المايكروفاين ده ليميتد كانتيريور كومبوزيت، عشان كان ليه بور ميكانيكال بروبرتيز. طيب قالوا احنا دلوقتي نحاول نحل المشكله دي، عشان يحلوا مشكله الفيسكوستي ان هو مش عارفين نحط فيلرز كتيره في المايكروفاين، بداوا اول حاجه يجيبوا مايكروفاين فيلرز عاديه ويضيفوها للاوليجمر ويعملوا لها بوليمرايزيشن، وبعد كده يكسروها لحد هتبقى بارتكلز من 10 ل 20 مايكرو، وبعد كده يجيبوا البري بوليمرايز فيلرز دي، هي فيلرز خلاص حصل لها بوليمرايزيشن فمش هتعمل سيكننج تاني في الماتريكس، ويضيفوها في ماتريكس في مايكروفاين فيلرز. وقالوا ان التكنيك ده زودنا بيه الفيلرز من 25 لحد 50%. تمام، اللي انجح من الموضوع ده ان هم استخدموا حاجه اسمها الهايبريد كومبوزيت، والهايبريد هو ميكس بتوين الفاين والمايكرو فاين بارتكلز، وده كان بياخد الهاي ميكانيكال بروبرتيز بتاع الفاين. ثواني هنعيدها تاني، ده كان بياخد الهاي ميكانيكال بروبرتيز بتاع الفاين والجود سيرفيس فينش بتاع المايكرو فاين، ووصلوا الفيلر لودنج لحد 70%. طيب نعيدها تاني، المايكروفاين احنا قلنا ان هو ميزته ان هي البارتكلز بتاعته صغيره جدا، فاللايت مش شايفها، فكان اللايت بينزل ويطلع من على الحشوه من غير ما يحصل له اي انكسار او انعكاس في زاويه مختلفه، وكان بيبقى سهل جدا تعمله فينيشنج وبولشنج، وسموها البولشبل كومبوزيت. كان عيبه ان البارتكل الصغيره قوي دي ليها سيرفيس اريا كبيره، فكانت بتتفاعل مع الماتريكس بكميه اكبر، فكان بتاكت اس سيكننج ايجنت، وده مش عارفين نضيف بارتكلز بكميه كبيره، كنا بنضيف ماكسيمم فيلر لودنج 25%، فكان هو ليميتد كانتيريور كومبوزيت، مش قادر تستخدمه كبوستيريور كومبوزيت. فقالوا عايزين نحل المشكله دي، حلوها ازاي؟ في ناس قالت احنا في سيوري قالت ان هما بيجيبوا المايكروفاين بارتكلز وبتضاف الاوليجمر عادي جدا ويعملوا بوليمرايزيشن، وبعد ما يحصل له بوليمرايزيشن وينشف يكسروا الكومبوزيت ده ويتكون بارتكلز من 10 ل 20 مايكرو، وبعد كده يجيبوا البري بوليمرايز فيلرز دي ويضيفوها الماتريكس تاني في مايكرو فاين فيلر، فالبري بوليمرايز فيلر هي خلاص مش هتتفاعل تاني مع الماتريكس اللي هي بري بوليمرايز. فقال لك احنا بالطريقه دي زودنا اللودنج بتاع الفيلرز ل 50%. تمام، بس دي ما نجحتش قوي، اللي نجح هي الهايبريد كومبوزيت. الهايبريد كومبوزيت هي ميكس بتوين الفاين والمايكروفاين فيلر بارتكلز، ودي كانت بتاخد الميزه بتاعت الهاي ميكانيكال بروبرتيز بتاعت الفاين والجود سيرفيس فينش بتاع المايكروفاين، وعملوا لودنج لحد 70%. كل ده كان ناجح لحد ما طلع عندنا النانو فيلد كومبوزيت. النانو فيلد ده طبعا كان ظاهره على قد يعني مش عايزين نقول لك ظاهره رهيبه، لان هو دلوقتي النانو فيلرز هي فيلرز بحجم صغير جدا جدا، تقدر ان هي تدخل بتوين التشينز بتاع البوليمر وبعضها، بيحصلهاش اي اجلوميريشن، ونقدر نزود الفيلر لودنج دلوقتي بيوصلوا في كومبوزيت لحد 85 و90% من غير ما ياثر على الهاندلنج. النانو فيلرز كمان فيها ميزه كبيره جدا ان هي تحت الويف لينس بتاع اللايت، انت اللايت مش شايفها اصلا، فهي برضه بولشبل كومبوزيت. تمام، النانو فيلرز انت بتزود فيلرز كبيره جدا، فتقريبا اللود اللي نازل كله على الكومبوزيت نازل على الفيلرز مش على الماتريكس، فكل الميكانيكال بروبرتيز زي الابريشن ريزيستنس السترينس عاليين جدا، كوفيشنت سيرمال اكسبانشن قليل، الووتر زوربشن قليل،
كل المميزات بتاعه ان انت تزود فيلرز هي موجوده في النانو فيلد كومبوزيت. هو في منهم نانو فيلد وفي ارخص منه شويه موجود النانو هايبرد. انتوا عليكم اسمه النانو كومبوزيت وخلاص يعني. تمام. طيب فنقدر نقول دلوقتي ان النانو كومبوزيت هو كومبوزيت بيبقى ليه فيري هاي فيلر لودنج ومينتين وركبل كونسيستنسي علشان هي فيري سمول بارتكلز بتفيد بتوين التشينز من غير ما يحصل لها اي اجلوميريشن. تمام. طيب وان هي كمان بتبقى مور ترانسلوسنت لان البارتكلز دي مش بيحصل لها انتراكشن مع فيزبل لايت وبيقل البوليمرايزيشن شرينكج لان احنا زودنا الفيلر لودنج جدا وبيعمل ريستوريشن ويز فيري سموث سيرفيس لان هي فيري سمبل انفينشنج اند بولش. تمام كده كله فاهم الانورجانيك فيز والاورجانيك فيز ولا في حد شويه واقع منه حاجه النهارده؟ والاخر تاني حاجه بنتكلم عليها بقى هي الكابلنج ايجنت. الكابلنج ايجنت ده فكرته هو الحاجه اللي بتمسك الانورجانيك فيز بالاورجانيك فيز يعني اللي بتربط الانورجانيك بارت بالاورجانيك بارت. ده الرول بتاع الكابلنج ايجنت عشان بيسيله برضو فيه هو بيبروفايد كيميكال بوند اوف الفيلر بارتكلز تو ريزن ماتريكس وبيقلل ان مور فليكسبل بوليمر ماتريكس تو ترانسفير لو في ستريس وقع على الماتريكس ان هو ينقله للفيلر فده بيليمت الكراك بروباجيشن. وبرضو الكابلنج ايجنت ده بيمنع الايرلي لوس بتاع الفيلرز يعني هو اللي بيخلي الفيلر شايفين الصوره اللي على الشمال دي فيها كابلنج ايجنت الفيلر ماسك كويس جدا مع الماتريكس اي فرصه تنزل على الماتريكس هتنقل للفيلر وبرضو الفيلرز مش هيحصل لها لوزنج بسرعه من الماتريكس. الصوره اللي على اليمين هي ويزاوت كابلنج ايجنت. تمام كان ده لوحده وكان ده لوحده. طيب هو بيسميه هو بيبقى عباره عن فينيل سايلين كومباوند فيناي سايلين كومباوند. تمام بيقلل تو فانكشنال جروب ان اورجانيك جروب او بنسميها سيلانول جروب ودي كان بوند ويز السيلانول اور الفيلر بتربط مع الفيلر عن طريق سيلوكسين بوند وفي اورجانيك جروب او بنسميها الميساكرينيك جروب ودي بتعمل كوفيلنت بوند مع الريزن علشان يحصل كانها يعني هي فيها بارت بيمسك في الفيلر وبارت بيمسك في الماتريكس فبيربطهم الاثنين ببعضها. تمام. طيب الانيشيتور اكتيفيتور سيستم ده رابع حاجه في تكوين الكومبوزيت. انتوا طبعا كلنا قلنا ان هو الكومبوزيت ده بوليمر وان البوليمر ده بيحصل له بوليمرايزيشن عشان يحصل له بوليمرايزيشن بيبقى فيه انيشيتور اللي فيه دبل بوند لما بيحصل له اكتيفيشن ده اكتيفيتور معين سواء كان ده كومبوزيت لايت كيورد او كيميكال كيورد فبيحصل له بيتحط له كيميكال او هيت كيورد بيتحرر بحراره بيبدا يتكسر الفري راديكال يتحرر من عند الانيشيتور ويبدا يحصل الاكتيفيشن والبروباجيشن والكلام ده كله. تمام احنا عندنا الكومبوزيت في منها يا اما بيكون كيميكال اكتيفيشن او بيكون بالهيت او اللايت اكتيفيشن. الحاجات اللي بنستخدمها دايركت يعني في الاورال كافيتي ما بناخدلهاش امبريشن بره بيبقى يا اما بيكون كيميكال او لايت اكتيفيتور او دول بنسميه الدول كيورد اكتيفيتور يعني هو بينشب بالاثنين بالكيميكال وباللايت. لكن الاندايركت بره اللي هو الكومبوزيت اللي بيتعمل ناخد مقاسات ونعمله بره على الكاست ده ممكن يكون باللايت او بالهيت اكتيفيتور. لكن هل ينفع نستخدم هيت جوه اللي في الدايركت كومبوزيت؟ لا طبعا عشان لو جالك سؤال ده في الصح وغلط الهيت اكتيفيتد كومبوزيت كان بي يوزد ان الدايركت الدايركت ريستوريشن. السؤال ده غلط انت ما ينفعش تستخدم الحراره في بق المريض ممكن تستخدمها في الاندايركت ريستوريشن بس. تمام. طيب انواع الكومبوزيت عندنا هو الكيميكال كومبوزيت او الكيميكال اكتيفيتد كومبوزيت ده عباره عن انيشيتور بتاعه هو البنزول بيروكسيد والاكتيفيتور بتاعه هو التيرشلي امين عشان ليه مور كلر استابيليتي. الكيميكال اكتيفيتد كومبوزيت هو بيجي عن تو بيست سيستم واحده علبه بيبقى فيها الاكتيفيتور وعلبه ثانيه بيبقى فيها الانيشيتور بتاعنا. تمام الانيشيتور هو البنزول بيروكسيد والاكتيفيتور هو التيرشلي امين بيجي زي ما هو تحت في الصوره عندك كده تو بيست عشان نخلطهم على بعض بنخلطهم على بعض بيبدا يحصل بقى الرياكشن ويبدا يحصل البوليمرايزيشن بتاعنا. تمام.
طيب من عيوب الكيميكال اكتيفيتور ان هو اولا هو في تيرشري امين ده بيحصل له ديسكالوريشن مع الوقت. التيرشري امين اللي فيه ده كان بيحصل له يلوينج مع الوقت، بيحصل له اصفرار مع الوقت. وعيبه الثاني ان انت بتخلط حاجتين على بعضها مانيوال، فكنت بتدخل فيها اير بابلز، والاير بابلز دي كانت بتعمل مشاكل في الاسترينس بتاع الكومبوزيت. بدأوا يطلعوا منه حاجات احسن اللي هي اللايت اكتيفيتد كومبوزيت. اللايت اكتيفيشن عموما سيستمز كلها دي هتاخدوها في السكشن، يعني اللايت اكتيفيتد سيستم اللي هو بقى ايه، هم اللايت اكتيفيتد سيستم اللي هو سواء اليو في او البلازما او الليد او الحاجه، يعني كل انواع السيستمز هنتكلموا عليها في تفصيل في السكشن ان شاء الله. لكن احنا هناخد النهارده ايه هي مميزات اللايت اكتيفيتد كومبوزيت على الكيميكال اكتيفيتد كومبوزيت. اللايت يو في كومبوزيت هو بيجي لك كقلم واحد كده، بتقطع منه حته الكومبوزيت تحطها في السن على طول، وهو دلوقتي ما فيش ميكسنج، فما عندناش اي اير بابلز. بتقدر تتحكم في الوركنج تايم براحتك، يعني انت تجيب الكومبوزيت تحطه في الكافيتي، تعمل له ادابتيشن وتعمل له كارفنج براحتك، وبعد كده هو مش هينشف نهائي الا لما تحط عليه اللايت كيور. فبيدي لك وركنج تايم زي ما انت عايز، وبيديك سيتنج تايم زي ما انت عايز برضه. هو بيحصل له سيتنج اول ما انت تعمل له اللايت عليه. فاحنا نقدر نقول ان هو الادفانتج بتاعته ان هو ليه كومن سيتنج تايم، يعني هو تقدر كومبليت كنترول على الوركينج تايم. هو بيسبلاي عندك كسنجل كومبوننت بيست، وما بيحتاجش اي ميكسنج، عشان كده ما بيبقاش فيه اي فويد انكوربريشن. وهو برضه تقدر تعمل له كونتورنج براحتك جدا قبل ما يحصل كيورنج، عشان كده بيقلل لك الوقت بتاع الفينشنج والبولش. وهو ليه مور كلر ستابيليتي عن ومور ويل ريزيستنس عن الكيميكال كيورد كومبوزيت. فده بيجي لك سؤال مهم جدا، الادفانتج بتاعت اللايت كيورد كومبوزيت على الكيميكال كيورد كومبوزيت. امال احنا امتى بنستخدم الكيميكال كيورد ده؟ الكيميكال كيورد بنستخدمه في حاجه واحده بس، انت عندك يعني عمليا، هنتكلم عمليا في عيادتك، ما بتستخدموش في اتجاه واحد بس. عندك سمنه مثلا انت بتحشيها عصب، وبعد ما حشيتها عصب قفلت الجذور من جوه، بنعمل حاجه اسمها كور بيلد اب. ايه الكور بيلد اب ده؟ ان هو بنبني بيه الاوكلوزر سيرفيس بتاعت السمنه، وهنعمل له ريدكشن، هنبرده عشان نعمل عليه كراون. فانت دلوقتي عايز حاجه تملى المكان ده بسرعه بسهوله من فوق، وكده كده مش فارق معاك الميكانيكال بروبرتيز بتاعتها ولا الديسكلاريشن بتاعها، لان انت كده كده هتبردها وتعمل عليها كراون. فالكيميكال كيورد كومبوزيت هو ملوش غير استخدام واحد عمليا حتى الان، غير في الكور بيلد اب بتاع الاسنان اللي معمول لها حشو عصب وهيتعمل لها كراون. فكده كده الكور اللي فوق ده هنبرده عشان نعمل عليه كراون، تمام. لكن كل انواع بقى اللايت كيورنج يونتس دي هنتكلم عليها بالتفصيل في السكشن ان شاء الله، تمام. طيب الدرس بتاع الكيور ده بيدبند على ايه؟ يعني ان اللايت جوه هيدخل ديبند على ايه؟ اللايت هيدخل جوه التوث بمعدل قد ايه، بيعتمد على ايه؟ اختراق اللايت جوه الريستوريشن، يعني اختراق اللايت جوه الكومبوزيت مهما كان السيستم اللي انت بتستخدمه في اللايت كيورنج في اللايت كيور هيدخل بيعتمد على ايه. اول حاجه الكومبوزيت شيد، كل ما كان الشيد بتاع الكومبوزيت اغمق كل ما كان يحصل شالور ديبس اوف بنتريشن بتاع اللايت. طب احنا محتاجين ان اللايت يبنتريت لحد الاخر عشان نتاكد ان كل الكومبوزيت حصل له كيورنج، مش اللي فوق بس كيورد واللي تحت لا. تاني حاجه هي الديستنس بتوين اللايت سورس والريستوريشن. بيقول لك ان اللايت انتنسيتي انفيرسلي بروبورشنال تو السكوير اوف الديستنس، ذا كلوزر ذا كيورنج تيب ذا ديبر ذا بنتريشن. انت المفروض بيبقى اللايت كيورنج يونت بتاعتك جذر التام بكيورنج لازق في السنه اللي بتعمل لها الكيورنج. تاني حاجه الاكسبوجر تايم، كل ما كان الوقت اطول كل ما كان ديبر بنتريشن. برضه هو بيقول لك ان هو الانيشيتور سيستم اللي انت بتستخدمه مع الكومبوزيت. احنا يعني في انواع الكومبوزيت الكلام ده مش عليكم، في انواع انيشيتور سيستمز كتيره، وكل سيستم كل انيشيتور بيبقى ليه سنسيتيفيتي مع اللايت. في سنسور، في انيشيتور بتمتص اللايت بسرعه جدا، وفي انيشيتورز تاخد وقت شويه على ما تمتص اللايت. بس احنا هنتكلم في النوع المتوسط او المعروف عندنا
ان هو بيقول لك ان الانكريمنت بيكون من 1.5 ل 2 مللي والكيونج بتاعها ما يكونش اقل من 20 ثانيه. لو انتوا فاكرين في الاول انا قلت لكم ان في كومبوزيتس بيقول لك دي بتعمل لها 4 مللي ويعمل لها كيورنج عادي. هو مستخدم نوع انيشيتور بيحصل بيمتص اللايت لدبس اكبر وبيسمح للايت انه يباص جواه بدبس اكبر. فاحنا مالناش دعوه بالكلام ده، احنا بنتكلم على مالناش دعوه بالبالك في الكومبوزيت لان هو مش عليكم انتوا دلوقتي. انتوا عليكم ان الكومبوزيت بتاعنا اللي هو العادي مش البالك في الكومبوزيت، الكومبوزيت العادي بتاعنا سواء النانو او اي سيستم غير طبعا الحاجات اللي هي زي الاورموسير وزي السيلولين وزي في سيستمز موجوده جديده اسمها بالك فيل دي اللي بتنزل ب 4 مللي ودي بيغيروا في الانيشيتور سيستم بتاعه. تمام؟ لكن احنا عندنا الكومبوزيت العادي اللي هو متواجد في السوق اللي انت هتنزل تقول انا عايز اشتري كومبوزيت نانو كومبوزيت مايكرو فيلد كومبوزيت هايبريد كومبوزيت مش بالك فيل ومش اورموسير ومش سيلولين، هتلاقيه بيتحط باللي هو ال 2 مللي والكيورنج بتاعه ال 20 ثانيه لان الانيشيتور بتاعه بيبقى حاجه اسمها الكامفروكينون او هي حاجه قصدي بيبقى اللي بيستجيب لللايت بتاعه حاجه اسمها الكامفروكينون وده بيبقى عايز 20 ثانيه لسكنس 2 مللي. بيقول لك دايما لازم تبقى واخد بالك ان مفيش اي انبوليمرايزد كومبوزيت في البيز بتاع الكافيتي، لان ده لو انت عامل كيورنج للكومبوزيت من فوق ومن تحت لا هيبقى في كومبوزيت مش حاصل له كيورنج كويس وده هيقلل ميكانيكال بروبرتي وهيعمل بور كلر ستابيليتي ويعمل جريتر سستابيليتي تو ستيننج. برضه لازم عشان نافويد الكلام ده ان انت لو عندك السنه مثلا كلاس 2 بيقول لك بعد ما تعمل كيورنج من الاوكلوجن اعمل كيورنج باللايت كيورنج بتاعك من البكل ومن اللينجوال. تمام؟ وبرضه تو افويد امبوليمرايزد كومبوزيت ان انت تعمل انكريمنتال بيلد قبل الكومبوزيت. ولو انت مستخدم حاجه فيري ديب كافيتي نستخدم الدول كيورد كومبوزيت. الدول كيورد ده اللي هو بينشف كيميكالي ولايت في نفس الوقت. تمام؟ يعني الاجزاء اللي مش هيحصل لها اللايت هيحصل لها كيميكال كيور. الدول كيورد كومبوزيت ده ليه استخدام عندنا مهم جدا في حالات اللي حاجه اسمها البوست، لما بنحط بوست او الدعامات في الاسنان المحشيه عصب لو السنه متهالكه خالص من فوق بعد ما بنقفل الجذور بنبدا نشيل حشو العصب لحد نص الجذر ونبدا نحط فيه حاجه اسمها دعامات او بوست. البوست ده بنلزقه جوه السنه بكومبوزيت. فطبعا اللايت عمره ما هيوصل لحد ما نص الجذر، فانت بتستخدم معاه لازم الدول كيورد كومبوزيت علشان اللايت هينشف الجزء اللي ظاهر بس من البوست في الكراون، لكن الجزء اللي من البوست جوه الروت مش هيحصل له كيورنج، فلازم نستخدم معاه الدول كيورد كومبوزيت. تمام؟ فاكرين الانهبيتورز ولا مش فاكرينها؟ دي خامس حاجه في الكومبوزيشن بتاع الكومبوزيت. فاكرين الانهبيتورز؟ انت بتزود الشيلف لايف بتاع الكومبوزيت، هي الصلاحيه بتاعت الحشو بتاعك اللي هي بتمنع الاكسيدنتال اكسبوجر لو الكومبوزيت ده اتفتح في اللايت وتعرض للايت ما يحصلوش كيورنج. تمام؟ الانهبيتور بتاعتنا بيبقى بيقول لك المود اوف اكشن بتاعها ان هي ليها سترونج اكتيفيتي مع الفري راديكال. الفري اف لو الفري راديكال اتكون لو حصل اكسيدنتال اكسبوجر لللايت الانهبيتور هو اللي بيرياكت وبيمنع التشين بروباجيشن. لو حصل كونسيومشن يعني انت لما بتطلع جزء من الكومبوزيت ده وتبدا تعمل كيورنج هو بيحط لك اول تقريبا 5 ثواني من الوقت اللي هو حاططه لك ان هو يتفاعل مع الانهبيتور وبعد كده يبدا يحصل التشين بروباجيشن. عشان كده انت لازم تكون ملتزم جدا بالتايم اللي مديهولك المانيفاكشر. ما ينفعش يقول لك بتعمل كيورنج 20 ثانيه انت تعمله مع 10، مفيش حاجه اسمها كده. هو هينشف اهو كل حاجه بس انت ما عملش البروباجيشن للتشين كامله فبالتالي انت عندك ويك بوليمر. تمام؟ الماتيريالز اللي كانوا بيستخدموا زمان الهيدروكينون بس هو مشكلته انه كان بيحصل له ديسكلوريشن. حاليا اللي بيستخدم مع كل الكومبوزيت هو المونوميسايل ايثر اوف هيدروكينون هو الانهبيتور اللي بنستخدمه. بيحط مع الكومبوزيت برضه حاجه اسمها الترا فايلت ستابلايزرز وبيجمنت عشان تدي الكلر ستابيليتي وتمنع الديسكلريشن وتقدر تلعب فيها بالشيد بتاع الكومبوزيت ان ده يكون A1 وده A2 وده A3 والكلام ده كله. تمام؟ طيب انتوا كده جمعنا الكومبوزيت ان احنا بيتكون عندنا من اورجانيك ماتريكس فيز ودي قلنا ان الاول كان
كان بيزد على البيز جاما واليوديما، وكان مشكلتهم ان هي فيسكوستي عاليه، وكان لازم يتحط معاهم دايليونز عشان نقدر نحط فيلرز كتيره. وكان مشكلته ان احنا مش عارفين نحط فيلرز كتيره لحد ما طلع عندنا النانو فيلد كومبوزيت وحل المشكله دي خالص من الكومبوز سيستمز الجديده عدلوا في الماتريكس فيز، هي الاورموسيل والسيلورين والنوعين الكومبوزيت دول. فكرتهم ان هم مطلعين كومبوزيت وذ لوور بوليمرايزيشن شرينكج. طيب ايه الاورجانيك فيلر؟ هم في الاول بداوا بالماكرو فيلر ولقوه فشل، بداوا يصغروا للفاين لقوه ناجح معاهم، قالوا ننزل المايكرو فاين. المايكرو فاين لقوا ان هو الاستاتكس جميله جدا، بس ما بيعرفوش ليه في فيلرز كبيره، لانه كان ليه فيري لارج سيرفيس اريا فكان بيعمل سيكنينج. وحلوها بالهايبريد كومبوزيت، تمام، ان هم استخدموا بدل الهايبريد كومبوزيت. وبرده الكلام ده فضل مشكله لحد ما طلع عندنا النانو فيلد كومبوزيت، وقدرنا نعمل فيلر لودنج لحد 80 و90% من غير ما يحصل اي سيكنينج في الماتريكس. واتكلمنا عن الكابلنج ايجنت واهميه الكابلنج ايجنت، ان هو لازم يربط اللي بيعمل بوندنج بتوين الاورجانيك والاورجانيك فيز. واتكلمنا على الانهيبيتور والرول بتاعها، تمام، واتكلمنا على الانيشيتور والاكتيفيتور سيستم، وليه اللايت كيورد كومبوزيت اهم من او احسن من الكيميكال كيورد كومبوزيت، وده التكوين بتاع الكومبوزيت والملخص بتاعه. طيب بيكلاسيفاي الكومبوزيت اكوردنج تو البارتكل سايز والشيب، عندنا الفاين وعندنا المايكرو فاين وعندنا الهايبريد وعندنا النانو فيلد كومبوزيت اكوردنج للميثود اوف الاكتيفيشن، عندنا الكيميكال كيورد وعندنا اللايت كيورد وعندنا الدول كيورد اللي هو بيبقى لايت وكيميكال كيورد مع بعض، تمام. طب ايه هي البروبرتيز بتاعه الكومبوزيت؟ الجزء اللي فيه ده سهل جدا، هو بيلخص اللي فات ده كله. بس البروبرتيز بتاعه الكومبوزيت ان الكومبوزيت طبعا هو احسن من السيليكيت والانفيرد اكريليك، تمام، وكل ما كان الفيلرز اعلى كل ما كان البروبرتيز المتوقعه من الكومبوزيت هتكون احسن، تمام. اول حاجه البيولوجيكال بروبرتيز، وقال لك ان هو احسن من السيليكيت والاكريليك لان هو ما بيعملش بالب اريتيشن، بس اللي هو لو مش عامل له جود فينيشنج وبولشنج بيحصل حواليه بلاك اكيوميليشن. البلاك ده هي الطبقه اللي بتتكون على اسنانك لو انت قعدت يومين ثلاثه ما بتغسلش اسنانك خالص، تمام. السولوبيليتي هو ليه فيري لو سولوبيليتي، اقل من الانفيلد اكريليك، تمام، علشان هو تقريبا ما بيبقاش فيه ريزيديوال مونومر، وهو مور كروس لينكد بوليمر عن الاكريليك ريزن، تمام. فعشان كده لو جالك سؤال جه بريزو ليه السولوبيليتي بتاعت الكومبوزيت اقل من الاكريليك ريزن، علشان الكومبوزيت بيبقى ما فيهوش ريزيديوال مونومر، وهو افتر بوليمرايزيشن ليد تو مور كروس لينكد بوليمر، تمام. هو ليه الكومبوزيت احسن من في ليه لور ووتر سولوبيليتي عن الاكريليك؟ ليه احسن من الاكريليك في ان هو ليه لور ووتر سولوبيليتي؟ عشان هو بعد البوليمرايزيشن بيليد تو مور كلوستينكت بوليمر، وهو ما بيبقاش ليه اي ريزيدوال مونيمر خالص، تمام؟ غير الاكريل يعني. طيب الووتر زوربشن، احنا قلنا ان الكومبوزيت اللي فيه اللي مسؤول عن الووتر زوربشن هي الاورجانيك ماتريكس فيز. فكل لما كان الكومبوزيت ده فيه اورجانيك ماتريكس فيز اكتر وفيلرز اقل، كل لما كان الووتر زوربشن هيكون اعلى. فانتوا كده متوقعين ان ليه ووتر زوربشن اعلى مين هو؟ مين انهي نوع كومبوزيت؟ هو المايكرو فاين فيلد كومبوزيت، صح؟ مش طالع ده اقل واحد فيه فيلرز، تمام؟ المسؤول عن الووتر زوربشن هو الماتريكس فيز. فلو كان الكومبوزيت بتاعي فيه ماتريكس فيز اكتر وفيلرز اقل، كل ما كان الووتر زوربشن اعلى. فانت دلوقتي الكومبوزيت اللي هيبقى مايكرو فيلد ده هيبقى ليه مور ووتر زوربشن عن الفاين وعن الهايبريد كومبوزيت، وطبعا اقلهم هو النانو فيلد كومبوزيت، تمام. طيب مشكله الووتر زوربشن طبعا لو حصلت هتاثر على الديسكالريشن وهتاثر على الوير ريزيستنس، لان هي هتعمل بريك داون للفيلر ماتريكس مونت وهيعمل هاي وير ريت، تمام. طيب الثيرمال كوندكتيفيتي، الكومبوزيت عموما هو مش ميتاليك،
فطبعا هو ليه لور ثيرمال كوندكتيفيتي عن الميتاليك ريستوريشن، وده ما بيعملش، ما بيحتاجش ايزوليشن تحتيه لو بتحطه في ديب كافيتي قريبه من البلب، تمام. وطبعا اللي بيقول لك ان الاورجانيك ماتريكس هي اللي مسؤوله عن الجود ثيرمال انسوليشن بتاعه، عشان كده المايكرو فيلد كومبوزيت رغم ان هي بيبقى ليها لور ثيرمال كوندكتيفيتي عن باقي الكومبوزيت كلها، بس طبعا ده مش معناه ان الباقيين بيوصلوا حراره او كهرباء، هو بس بيقول لك ان هو اللي مسؤول عن اللور، عن اللور ثيرمال كوندكتيفيتي هي الاورجانيك ماتريكس فيز. فاحسن اكتر واحد فيه ماتريكس فيز وفيه فيلرز قليله هو المايكرو فيلد، عشان كده هو اقلهم في الثيرمال كوندكتيفيتي. الكونفوجر ثيرمال اكسبانشن، احنا قلنا لو كل ما الفيلر تزيد كل ما بيقل الكونفوجر ثيرمال اكسبانشن، وكل ما كان الماتريكس زياده كل ما كان الكونفوجر ثيرمال اكسبانشن هيكون اعلى، عشان كده اسواهم في الكونفوجر ثيرمال اكسبانشن هو المايكرو فيلد، تمام، وبعدين الفاين وبعدين الهايبرد، واحسنهم هو النانو فيلد كومبوزيت، تمام. ثيرمال كوندكتيفيتي هي ليها علاقه بالماتريكس فيز، كل ما كانت الماتريكس فيز كبيره كل ما كانت الكوندكتيفيتي قليله، فهم هم وهو عموما كل الكومبوزيت ريستوريشن اكيد مالهاش ثيرمال كوندكتيفيتي لان هي مش ميتاليك، بس اقلهم اللي فيه ماتريكس كتير هو المايكرو فيلد كومبوزيت، تمام. الكوفيشنال ثيرمال اكسبانشن بيقل كل ما الفيلر زادت، طب بيزيد كل ما الفيلر اقل، مين اكتر مين اقل واحد فيه فيلر هو المايكرو فيلد، فيبقى ذا هاير اماونت اوف اورجانيك ماتريكس ذا هاير كوفيشنال ثيرمال اكسبانشن، عشان كده المايكرو فيلد هي الهايست فاليو وبعديها الفاين بعديها الهايبريد، واقلهم كوفيشنال ثيرمال اكسبانشن اللي هو فيه اعلى فيلر هو النانو كومبوزيت. البوليمرايزيشن شرينكج، الشرينكج بتاعه بيقول لك ديبند على النوع بتاع الماتريكس ذات، كل ما كان الفيلرز زياده كل ما كان الشرينكج بتاعنا اقل، تمام. فانت دلوقتي عندك اقل واحد فيهم اكيد هو النانو، بعديه الهايبرد بعديه الفاين، واسوأ واحد في الشرينكج هو اللي فيه فيلرز قليله، اكتر واحد يحصل له شرينكج هو المايكرو فيلد. الشرينكج بتاعنا مشكلته زي الصوره اللي على الشمال تحت، ان هو ممكن يعمل مايكرو جاب وممكن يعمل ريكارنت كيرز للريستوريشن، تمام. طيب الشرينكج ده البوليمر بتاعنا الكومبوزيت هو بوليمر، وكل البوليمرز بيحصل لها بوليمرايزيشن شرينكج، صح الكلام ولا لا؟ طيب الشرينكج ده لو كان اقوى من البوند اللي ماسكه الكومبوزيت مكانه، يبقى البوند الكومبوزيت هيفك من مكانه ويعمل جاب فورميشن. طب لو كان الشرينكج اقل من، يعني قصدي اسف، الاستريسز البوند اقوى منها، يبقى هيعمل استريس جامد جدا جوه السنه ويقدر يعمل الم للعيان من ساعه ما حطيت له الحشو. هو الشرينكج فاكرين لما قلنا كل بوليمرايزيشن شرينكج مصاحب دايما بوليمرايزيشن استريسز، فاكرين الكلام ده؟ كل لما كانت انت عامل بوندنج للحشوه جوه السنه، لو كانت الاستريسز اقوى من البوند هيفك الحشوه من السنه، لو كانت الاستريسز اقل من البوند هيبقى في استريسز دايما جوه السنه وبتعمل الم جامد للعيان، تمام. طيب احنا دلوقتي لازم نقلل الشرينكج اللي بيحصل للكومبوزيت واحنا بنحطه عشان نتجنب الحاجات دي. فالستبس، ودي سؤال بيجي لك كتير جدا، ستبس اوف ديكريزنج البوليمرايزيشن شرينكج ديورنج كومبوزيت انسيرشن. اول حاجه ان انت لازم نعمل له انكريمنتال اديشن، الكومبوزيت بتاعنا لازم يضاف انكريمنت باي انكريمنت، فلما بنحط كل لاير ونعمل لها كيورنج يبقى احنا كده حصل لها شرينكج بالستريسز بتاعتها، بعد كده احط اللي فوقيها شرينكج بالستريسز بتاعتها. فالانكريمنتال اديشن ده مش بس بياكد لك ان اللايف بيوصل لكل لاير لاخرها، لا ده مهم جدا عشان نقلل البوليمرايزيشن شرينكج، وبالتالي بنقلل البوليمرايزيشن ستريس، تمام. تاني حاجه ان هو لازم تو اتشيف جود بوند للكافيتي وول، عشان مش مع اي ستريس صغير الكومبوزيت يفك من السنه. تالت حاجه ممكن تعملها لو هي الكافيتي كبيره جدا،
بتعمل حاجة اسمها كومبوزيت انلاي. يعني ايه كومبوزيت انلاي؟ ان انت دلوقتي لو انت عندك كافيتي كبيرة زي الصورة اللي فوق دي، بتعملها وتبدأ تاخد امبريشن من السنة وتطلعه بره، تصب كاست زي ما هو تحت كده، وبعد كده تبني الكومبوزيت بتاعك بره وتعمل له كيورنج بره. اللي بره قلنا ممكن يكون لايت وممكن يكون هيت، بدل هو اندايركت، تعمل له كيورنج بره كويس، وبعد كده تاخدها وتلزقها جوه السنه تعمل لها بوندنج. فانا كده ما يبقاش عندي اي استريسس خالص بتبقى موجوده، تمام؟ الانلاي ده ممكن يتعمل اندايركت زي كده، او ممكن يتعمل دايركت في بق المريض على طول. دايركت ازاي؟ ان انت تبني السنه في بق العيان من غير ما نعمل بوندنج، يعني ما نحطش اتش ولا بوند ولا اي حاجه. ده بالعكس، ده بنبني سيبريتنج ميديم في الكافيتي من جوه، بنعمل سيبريتنج ميديم هنا ونبني الكومبوزيت ونعمل له كيورنج، وبعد كده هو اصلا في سيبريتنج ميديم نشيله ونعمل له اكسترا كيورنج بره، وبعد كده نرجع نلزقه تاني. بس ده طبعا فيري تايم كونسيومنج. فاللي بيشتغل كومبوزيت انلاي سيستم بيعمله بالاندايركت تكنيك كده، ان هو يعمل الكافيتي ياخد مقاس ليها يصبها بره يعمل الكومبوزيت، وبعد كده ياخده ويرجع يلزقه في السنه تاني، يعمل له اتش وبوند عادي جدا يعني، تمام؟ طيب لو احنا جبنا لك سؤال ان ايه هي الستبس اللي بنقلل بيها البوليمرايزيشن شرينكج، او بنقلل بيها البوليمرايزيشن ستريسز، يبقى اول حاجه انكريمنتال اديشن، ثاني حاجه ان انت تعمل جود بوندنج، ثالث حاجه الكومبوزيت انلاي، وطبعا ما تنساش تكتب في السؤال ده مهم جدا، ان انت لو استخدمت كومبوزيت ليه لور بوليمرايزيشن شرينكج زي السيلورين او زي الاورموسير. ما تنسوش تكتبوا الحكايه دي عندك. لو انت مش عارف تعمل الانكريمنتال اديشن، او خايف من ان انت مش عارف تتحكم في الموضوع ده، بتستخدم كومبوزيت ليه لور بوليمرايزيشن شرينكج زي الاورموسير او زي السيلورين، تمام؟ طيب الميكانيكال بروبرتيز بتاعت الكومبوزيت طبعا هي ليها علاقه بالفيلر بارتكلز. كل ما كانت الفيلرز اعلى، كل ما كان الميكانيكال بروبرتيز اعلى، تمام؟ علشان كده الفاين هيكون احسن من المايكرو فيلد كومبوزيت، وطبعا احسنهم بكتير جدا جدا هو النانو فيلد. فانت لو بتقسمه هيبقى اول واحد النانو، وبعد كده الهايبريد، وبعد كده الفاين، واسوأ واحد فيهم خالص هو المايكرو فيلد كومبوزيت، تمام؟ المودلس اوف الاستيستي هو ليه علاقه، ده بيقول لك الاستيفنس بتاعت الماتيريال. فاكرين طبعا المودلس هو الاستيفنس اوف ماتيريال وزين الاستيك رينج، ذا لور فيلر كونتنت ذا لور ذا ستيفنس. عشان كده اسوأهم في المودلس اوف الاستيستي هو المايكرو فيلد، عشان هو اللي بيقول ليه عن الفاين، وطبعا بعديهم الهايبرد، واحسنهم هو النانو فيلد كومبوزيت، تمام؟ الاستيفنس مهمه جدا لو بتستخدمه في البوستيريور اريا، خصوصا لو العيان ده عنده هاي وير ريت او عنده هاي بايتنج فورس، تمام؟ برضو الهاردنس نفس الكلام، احسنهم اللي هيكون فيه فيلرز اعلى، اللي هو مين؟ هو النانو فيلد، بعديه الهايبرد، بعديه الفاين، اسوأ واحد فيهم هو المايكرو فيلد كومبوزيت، تمام؟ الاستاتكس والاوبتيكال بروبرتيز، بيقول لك الكومبوزيت في البدايات بتاعتهم كانت فيها مشكله، اللي هي كان بيبقى فيها ماتريكس كتيره، ان هي بيحصل لها دايما مارجنال ديسكلريشن، او بيحصل لها رفنس، عشان كان بيحصل لوس للفيلر بارتكس كبيره اللي موجوده، وكانت بتبقى فيري ديفيكالت ان فينشنج اند بولشنج، تمام؟ لحد ما بدا يطلع عندنا او طبعا والديب والبارك ديسكلريشن دي، علشان كان بيحصل مع التو بيست سيستم اللي هو اللي هو الكيميكال كيورد كومبوزيت. دلوقتي طبعا المايكرو فيلد كومبوزيت، رغم ان هم تاني، رغم ان هم اسوء كومبوزيت في الميكانيكال بروبرتيز، بس هم كومبوزيت كاساتيك وكاوبتيكال بروبرتيز جميله جدا، لان البارتكلز بتاعتها هي تحت الويف لينس بتاع الفيزبل لايت، عشان كده هي ما بتبقاش متشافه تقريبا، وهي ناجحه جدا المايكرو فيلد كومبوزيت كانتيريور ريستوريشن. وطبعا الانجح والاحسن منها بكتير والانجح منها هي النانو كومبوزيت، تمام؟ النانو كومبوزيت، لان هو مش بس بيدي لك اساتكس اعلى، ده كمان بيدي لك ميكانيكال بروبرتيز اعلى، واعلى بكتير جدا كمان.
طبعا الفيديو اوباسيتي هي المسؤولة عنها الفيلرز، ودي الصورة اللي كان بيقول لك بيبان ابيض في الاشعة ان هو الحشوة بتبقى هي دي، فلو حصل اي تسوس حواليها اسود هيبقى واضح جدا ونقدر ان احنا نحدده. تمام. البوندنج بتاع الكومبوزيت للتوس، الجزء ده هتذكره كويس جدا من الادهيجن. فاكرين البوندنج ولا مش فاكرينه؟ ازاي بنعمل بوندنج للانامل وازاي بنعمل بوندنج للدنتين، ده هو ده اهم حاجه الكومبوزيت. تمام. ازاي بتعمل بوندنج للانامل وازاي بتعمل البوندنج للدنتين والتوتال اتش سيستم والسيلف اتش سيستم، الحاجات دي كلها مهمه. لو انت بتيجي تحط كومبوزيت انت اهم حاجه لنجاح الكومبوزيت هو البوندنج المحترم بتاعه، واي فشل للكومبوزيت عن طريق فشل في البوندنج بتاعه. فالجزء بتاع البوندنج مهم جدا وبتتسالوا فيه، فبتذاكروه عادي من الادهيجن. تمام. دلوقتي بقى موجود عندنا حاجه اسمها السيلف اتش كومبوزيت. تمام. السيلف اتش كومبوزيت ده ان هم بداوا يحطوا البوندنج سيستم جوه الكومبوزيت نفسه، بس هو موجود كسيمنت. يعني ايه كسيمنت؟ اللي هو الكومبوزيت فيه حاجات منه بيبقى فيها كلوب، الكومبوزيت بيبقى فيها فيلرز قليله جدا وتقدر تستخدمه كسيمنت ان هو تلزق بيه التركيبات او تلزق بيه حاجه زي الكومبوزيت اللي كنا بنتكلم عليها كمان شويه من شويه، اللي هي بيبقى معاك اللي من بره وتلزقها جوه السن. فالسيلف اتش كومبوزيت ده اللي هو كومبوزيت بيبقى جواه هو البوندنج سيستم بتاعه، وتقدر ان انت تحطه بدون بوندنج ايجنت للتوس، بس طبعا بيبقى البوندنج بتاعه اقل بكتير من السيستمز اللي انت عامل لها بوندنج قبلها. تمام. طب ايه هي الابلكيشنز بقى بتاعت الكومبوزيت؟ طبعا هو انجح حاجه كانتيريور ريستوريشن، تقدر تعمل دي زي الصوره اللي على الشمال تحت. كومبوزيت انت شايف التسوس كان عامل ازاي؟ مفيش اي ريستوريشن للجلاس اويل مروله، طبعا الامالجم يجيب الشكل كده. بوسيريور ريستوريشن بالذات لو كان الهايبريد او كان النانو فيلد، ما ينفعش حد فيكم يجي يقول بستخدم المايكرو فيلد كبوسيريور ريستوريشن، ده كده بيهرج ولا كينجع ولا هياخد اي درجه. لامينيت فينيرز، الفينيرز اللي هي العدسات التجميليه اللي بتتعمل، شايفين الصوره دي حاله احنا عاملينها على اللي على اليمين تحت دي، ده كان عنده اليمين بايظه خالص، ودي اللي على الشمال بعد ما عملناها دي فينيرز كومبوزيت مش سيراميكس. تمام. فتقدر تبني بيها برضه فينيرز على الاسنان. تمام. اللور فيسكوستي تايبس منها بداوا يعملوا منها حاجه اسمها ريزن سيمنت، ودي نقدر نلزق بيها التركيبات. انا لما نتكلم في شابتر السيمنت، الريزن سيمنت من السيمنتس القويه جدا والناجحه جدا 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 في طب الاسنان، والريزن سيمنتس هي اللي خلت بقى في عندنا حاجه اسمها الفينيرز نلزقها على قشره، بتلزقها على سطح سنه من بره من كتر ما هو سيمنت قوي جدا. تمام. في موديفيكيشن بداوا يعملوا له الكومبوزيت، ان هم يعملوا ميكس بين الكومبوزيت وبين الجلاس انيمر عشان ياخدوا مميزات الاثنين، حاجه اسمها الجايومير، وده عباره عن جلاس انيمر مع ريزن كومبوزيت، بيبقى فيه فلورايد ريليز وريتشارج من الجلاس انيمر، وفي الاستاتيك بتاع والاسترنس بتاع الكومبوزيت، بيجي عباره عن يا اما قلم كده او كيو بتاع امبولات زي اللي تحت دي كده، بيحصل لها كيورنج باللايت، بيسموها الجايومير، وده ميكس بتوين الكومبوزيت وبتوين الجلاس ايونمر.